سيدي الحاكم، ماذا ثانية؟ ألا تريد أن تقول إنهم في طريقهم إلينا أيها القائد المرتعش؟ أنا لا أعرف لماذا ترتجف هكذا. أرتجف خوفا على بيزنطة يا سيدي. أنا بيزنطة، قوتي من قوتها وسيادتي من سيادتها، ولكم تمنيت هذا اليوم الذي أثأر لها فيه. عندما يأتي يوم ترتفع رأس بيزنطة عاليا ترتجف. أيها القائد، هؤلاء المسلمون اغتصبوا الشام ومصر من بيزنطة، بل والجزر والشواطئ أيضا إلا هنا. أما تتحرق شوقا لرفع رأس بيزنطة؟ أم تتحرق شوقا لإلقاء نفسك تحت أقدام هؤلاء الغزاة طالبا الرحمة كمن فعلوا من الجبناء؟ لن ترفع رأس بيزنطة ونحن نجلس هنا في قصورنا بينما المسلمون يلهبون ظهور جيادهم للوصول إلينا. أترى هذه العظمة يا ميلوبا؟ أنت تقف لي كهذه العظمة في حلقي. سيدي الحاكم، ما أتيت هنا لم إلا أطلب منك الجلوس في قصرك، ولم أمنعك من الاستعداد للقضاء على المسلمين. هل انصرفت ونفذت ما تأمرك به بيزنطة؟ سمعا وطاعة يا سيدي. المسلمون، عليك يا أبا عبد الرحمن. السلام عليك يا أمير المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فيما جلوسك هكذا؟ وماذا وراء هذا الاستغراق؟ لا ريب أنها طنجة. لا، ليست طنجة ما أفكر فيه يا منيذر. ليست طنجة؟ أجل، ليست طنجة يا أبا راشد. ليست ما تفكر فيه؟ لن أبني المسجد إذن؟ اللهم إني أشهدك على عبدك هذا، وأنت أعلم بوعده لي، وأنت أعلم الآن كيف أتمهل يا رجل. أتمهل إلى متى يا أبا عبد الرحمن؟ إلى أن تعرف فيما أفكر. وفيما تفكر فيه إلا في طنجة؟ ألسنا براحلين إليها غدا؟ إن شاء الله، ولكني أفكر فيما بعد طنجة يا أبا راشد. بعدها البحر المحيط. وماذا بعد البحر المحيط؟ ماذا بعد البحر المحيط يا منيذر؟ بعدها بلاد القوت ثم الفرنج. هذا ما أفكر فيه. تود أن تصل روما من هنا؟ نعم، وبعدها القسطنطينية عاصمة بيزنطة، ثم دمشق. عاصمة بلادنا؟ نعم، ويصبح هذا البحر بحيرة عربية، على شاطئيها يسبح نور الله، فوق مآذن مساجد لا تحصى. ليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ مئذنة في طليطلة، وأخرى في بلاد الغال، وأخرى في روما، وأخرى في القسطنطينية، مساجد في أرجاء الدنيا كلها يذكر فيها اسم الله، وتعلو فوق مآذنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. حلم، حلم يا أبا عبد الرحمن، حلم. اللهم أنت أعلم بما في نفس عبدك هذا، فهيئها له. اللهم بيتا لك بيدي هاتين على أرضك هناك. اللهم بيتا لك بيدي هاتين على أرضك هناك، حماية لدينك.
اللهم تقبل، اللهم تقبل. ساعتها تبصر حقا أيها السيف. أجل تبصر، بل يشتد بصرك حتى ترى الشاطئ الآخر. الله أكبر. فضيحة، فضيحة يا بيزنطة. سيدي الحاكم، دع سيدك الحاكم ليرى خيبتكم. أترى هذه العظمة يا ميلوبا؟ أنت تقف لي كهذه العظمة في حلقي. سيدي الحاكم، لا أعرف لماذا، ولا أعرف أيضا لماذا اخترتك كبيرا لقوادي، قوادي بيزنطة هنا. ربما كان وفاؤك لبيزنطة، بيزنطة التي مرغ شرفها في التراب لأول مرة هنا. نعم، مرغ شرفها في التراب على يد هؤلاء العرب مرات من قبل، ولكن هنا لا. سيدي الحاكم، لو كنا على علم بأنهم سوف... سوف؟ سوف ماذا؟ أكنت على جهل يا ميلوبا؟ ألم تطلب مني الخروج لهم؟ قلت لك هل تستطيع أن تحقق نصرا حاسما يرفع رأس بيزنطة وينتقم لها؟ أجبتني، يرفع رأس بيزنطة إلى الأبد يا سيدي. فإذا بك تحني رأس بيزنطة، ولكن لن يحن رأس بيزنطة إلى الأبد. انطلق من فورك وجهز الجيش، أريد ألا يمكث هؤلاء العرب أمام مدينتي أكثر من هذا. هيا سيدي، إنهم يحاصرون المدينة الآن، وإن كان ولا بد أن نحاربهم فليكن من فوق أسوارها. سمعا وطاعة يا مولاي. كان أمامكم إلا خطوات وتقتحمون الباب يا طارق. سيدي القائد، أغلق حراسهم الباب تاركين جنودهم خارجه. ألا سبيل إلى مدينتهم هذه بعيدا عن أسوارها؟ لا سبيل إلى البحر المحيط يا سيدي. البحر المحيط، لن ننتظر حتى تأتي مراكبنا في تونس لنفتحها بحرا. وإذا كان لابد لنا من فتحها بحرا يا سيدي، فلابد لنا أيضا من المرور على سبتة. لن ننتظر حتى نفتحها بحرا يا طارق، فربما اتسع لهم الوقت ليأتوا بمراكبهم أيضا. أنا لا أفهم لما أهمل الفاتحون بناء دور لصناعة السفن على طول هذا الشاطئ. لن نأمن شر هذه الأمم والبحر مفتوح لهم يا طارق، فالخطر هنا يلقيه الموج على الشاطئ. ولكن ما فات شيء كما قال مروان بن الحكم، ما فات شيء. قل لي، هل تستطيع المدينة الصمود لحصارنا إلى زمن طويل؟ أينوي القائد حصارها؟ إلى أن تستسلم أو تموت جوعا وعطشا، أو يدخل في دين الله الذي أكره الناس على الخروج منه. ولكن يا سيدي، ربما أتاهم المدد من البحر. لا، لا أظن أن بيزنطة توافيهم بمدد عاجل، فهم على مسافة بعيدة من بلادهم.
مر رجالك بحصارها ولتراقب أبوابها جيدا من الغد. سمعا وطاعة أيها القائد. هم على مبعدة من هنا يا ميلوبا؟ ليس معسكرهم ببعيد يا سيدي الحاكم. عند الفجر يزول هذا المعسكر من الوجود قبل انبلاج الصبح. أجندك على أهبة الاستعداد؟ نعم يا سيدي الحاكم. أريد أن تحيط بالمعسكر من جميع جهاته أولا ثم ماذا يا سيدي الحاكم؟ سأقرر ثم ماذا هذه عند رؤيتي معسكرهم هذا. أريد أن يحرقوا أحياء، أفهمت؟ ربما اكتشفوا أمرنا لو أشعلنا مشاعلنا لتحرق المعسكر يا سيدي الحاكم. لا أجد عظمة حولي لأقول لك ما أريد قوله. تقدم لنرى معسكرهم هذا. ما كل هذا؟ من أين أتى المسلمون بكل هذا الجيش؟ كم عدد جيشهم يا ميلوبا؟ كثيرون يا سيدي. كثيرون؟ هذا جواب قائد بيزنطة هنا؟ سيدي لقد انضمت لهم القبائل جميعا فأصبح عددهم أكبر من أن يحصى بدقة. انضمت القبائل؟ دخلت في دينهم من جديد؟ سيدي أنت تعلم أن الناس هنا يرغبون هذا الدين. أيها القائد، مر جيشنا بدخول إلى المدينة ثانية ولتغلق منافذها جيدا وليسهر الحراس في أبراجها بعيون يقظة حتى لا نباغت. أولن نخرج لهم الليلة يا سيدي؟ لن نخرج لهم مطلقا يا ميلوبا إلا إذا تأكدنا من الفوز بهم، ولن نفوز ما داموا بهذه الكثرة. سيدي أنت تدفعهم هكذا إلى حصار المدينة؟ لن أنتظر حتى يحاصروا المدينة أيها القائد. سأعرف كيف أطيح بهم وتحت إمرتي أكثر من عددهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. تقبل الله يا أبي. اللهم اقبلنا جميعا يا ولدي. هل أعددت نفسك للرحيل يا عبد الله؟ أعددت نفسي يا أبي ولا أدري إلى أين. بعثت إليك الآن لأخبرك إلى أين. أرجوك ألا يكون رحيلي إلى القيروان. لماذا لا تريد الرحيل إلى القيروان يا ولدي؟ القيروان ليست ميدان قتال الساعة يا أبي. لو عرفت مهمتك في القيروان لما قلتها يا عبد الله. أريدك في القيروان حتى آمن بك غدر الروم على ما خلفنا. هناك عبد العزيز وعلى الساحل مروان. وأريدك في القيروان لتعد لنا أسطولا حربيا لا غنى لنا عنه في هذه البلاد. أيكفيك قتالك هنا يا عبد الله؟ أبي. وأريدك في القيروان لترى كيف حال أخيك عبد العزيز، فأنت تعرف كيف تركناه. لا أريد أن أحرم من فتح طنجة يا أبي. وأريدك أيضا في القيروان لتستعد بعد بناء المراكب في تونس لعبور البحر وفتح الجزر هناك ونشر دين الله. فتح الجزر هناك؟ تهلل وجهك الآن، لم تنس فتحك لصقلية. نعم يا أبي، ولم ينس المسلمون ما غنموا يومها بما يفتح الله علينا بعد صقلية. هناك من الجزر سردينيا والجزر الشرقية مايوركا ومنوركا. مرحى يا أبي، والله إني لفي شوق لعبور البحر ثانية ناشرا دين الله صائحا بكلمته. والله ما شوقك بأحر من شوق أبيك يا ولدي. هيا فلتعجل بالرحيل ولتجهز مراكبك وتعد عدتك ولتنتظر قدومي عليك بعد أن يمن الله علينا بسبتة وطنجة ونفرغ من إفريقية كلها. والله لا يفتحن الله عليك بإفريقية كلها وجزر إفريقية أيضا يا أبي. فقط يا عبد الله؟ أبوك يدعو الله لأكثر من هذا.
سيمن الله عليك بما تدعوه إليه يا أبي. أستودعك الله. عبد الله، لا تقسو على أخيك عبد العزيز يا ولدي، وترفق برباب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الفرسان، فلن يرحمكم من سلك هذا إلا أن تتركوني أسير في طريقي. أيها الفارس العربي، تنهى عن الطريق، فأنا فارس عربي مثلك. بل فارسة عربية، لم نقصد بك شرا، وإنما أردنا لك الأمن والسلامة. إذا كنت تريد لي الأمن والسلامة فرافقني إلى حيث أريد. لم أؤمر بغير هذا يا رباب. من أمرك؟ الأمير عبد العزيز بن موسى، هل لا تقدمت لنصحبك؟ أطلب منك مرافقتي؟ نعم. أتعرف إلى أين ترافقني؟ لا، حيث تريدين. أي جهة تقصدين يا رباب؟ دلني على سبتة يدلك عليها الأمير موسى. أأمرت لتقودني إلى الأمير أم إلى غايتي؟ أأراد الأمير موسى إلا ما أردت؟ ماذا تقصد؟ أقصد أنكما سويا تتجهان إلى غاية واحدة، حصن سبتة. هيا هيا معنا يا رباب، هيا. فلتجهز مركبي حالا يا ميلوبا. مركبك البحرية يا سيدي الحاكم؟ هل هناك مركب تمشي على البر يا ميلوبا؟ نعم، مركبي البحرية. هل يسمح لي سيدي الحاكم ويخبرني بعزمه؟ عازم على ركوب المركب، وبعدها سأتجه لسبتة. سبتة؟ تتجه إلى سبتة في هذا الليل على ظهر مركب وتعبر المضيق؟ هو ذاك، لا تسألني عن شيء آخر، فأظنك تعرف ما أنا ذاهب بشأنه. بيزنطة تطلب المساعدة، بيزنطة تنحني متوسلة طالبة العون. مرهم بإعداد مركبي. سأمر بإعدادها فورا يا سيدي الحاكم، ولكن ألا ترى أن الذهاب إلى السبتة برا أكثر أمنا؟ لا يا ميلوبا، لا، أنا لا أرى ذلك، وإنما أرى أنك أصبحت لا تطيقني وتريد التقلص مني. عفوا سيدي الحاكم، بل أخشى عليك من ركوب البحر في هذا الليل. تخشى علي من ركوب البحر، ولا تخشى علي من هذا الجيش العرمرم الذي يحيط بنا؟ لم يعد لحم ولا عظم لأقول لك ما تحب أن تسمعه كل مرة، وإذا لم تجهز مركبي مسرعا ربما أكل بعضنا البعض في هذه المدينة تحت حصار هؤلاء المسلمين. سيدي كفى يا ميلوبر، تنصرف، فقد حان موعد الذهاب إلى سبتة راكعا طالبا العون. لا نستطيع أن نمد لك يد العون أيها الحاكم. كنت أعرف هذا، لا يعقل أن أرفض مساعدتكم ثم آتي طالبا نفس المساعدة. سيدي حاكم طنجة، ليس انتقاما لما فعلت، بل يجب أن يكون انتقاما أيها القائد أركاد. نحن أمام عدو مشترك يا سيدي، ولا مجال هنا لنزيد ضعفنا ضعفا بخلافاتنا هذه. كان يجب علي أن أعي ذلك، ولكني لم أكن أدري أن هذا العدو بهذه القوة. لا أكاد أصدق أن تزداد قوتهم إلى هذه الدرجة. وسيزدادون قوة يا سيدي الحاكم. يزدادون أكثر من ذلك متى؟ عندما يقتحمون طنجة. يقتحمون طنجة؟ وربما سبتة أيضا.
ماذا قلت يا أركاد؟ أواثق أنت من اقتحامهم طنجة ثم سبتة؟ سيد الحاكم أخيلة، ماذا تريد من أخيلة بعدما أسمعته؟ أتى يطلب العون ليفك الحصار عن مدينته، فإذا بك تدعوه إلى تسليمها، بل تؤمن أيضا بتسليم حصنك ومدينتك. هنا أين ذهبت حميتك؟ حميتي أخذها فرناندو معه إلى حيث لا ندري. هل تستطيع أن تدلني على مكان فرناندو الآن؟ بل هل تدلني على قتل جيشنا الذي خرج به؟ أيتحتم على كل واحد منا أن يكون فرناندو يا سيدي أخيلة؟ بل يتحتم علي أن أخبر سيدك الكونت عند حضوره بما قلت. سأخبره بنفسي يا سيدي، سأسمعه ما أسمعتك. سوف تدعوه إلى تسليم سبتة؟ بل أدعوه إلى مسالمة هؤلاء المسلمين وتركهم ينشرون دينهم بالكلمة بدلا من حد السيف. أتيت طالبا العون ممن لا يستطيع عون نفسه. لا فائدة يا بيزنطة، لا فائدة. قلت إنك ستدعو الكونت خوليا إلى مسالمة هؤلاء المسلمين؟ نعم يا سيد الحاكم. لا فائدة يا بيزنطة، لا فائدة. ألم تنامي بعد يا جرازيلا؟ هذا ما سمعته هو النوم يا أركاد. وماذا سمعتي؟ ما قلته لحاكم طنجة. ماذا كنت تودين أن أقول؟ أي شيء يا أركاد، أي شيء، إلا أنك ستأمر الكونت بمسالمة هؤلاء المسلمين. أنا لم أقل إنني سآمر الكونت، بل قلت أشير عليه، سأدعوه إلى مسالمة هؤلاء المسلمين. بأي حق يا أركاد؟ جرازيلا، إن كنت ترين أنه لا حق لي فيما قلت لأنك ابنة الكونت، فلتتذكري أنك زوجتي. ماذا تريد من زوجتك بعدما سمعت؟ أن أوافق على ما قلت؟ نستسلم لهؤلاء الغازين؟ وافقتني على كراهيتي للحرب، فلا أقل من أن توافقيني على حبي للسلم يا جرازيلا. أنا لا أوافقك على الاستسلام يا أركاد. وافقي أباك إذن على ما يحب، ما دمت ترين زوجك مستسلما. بما تسمي نفسك إذن؟ أنا لن أحارب أناسا لا يطلبون إلا أن ندعهم يعبدون ربهم على دينهم. هل تعرفين لماذا لن أحاربهم يا جرازيلا؟ لأنهم لن يهزموا. لم يحدث أن هزم أصحاب دين أبدا، بل لم يندثر دين يدعو لله أبدا. كل الأديان حوربت في بدايتها. لو تذكرت كيف عذب أصحاب ديننا في بدايته لتركت هؤلاء الناس لدينهم، لأنهم لن يتخلوا عنه حتى لو أحرقوا في الأخاديد كما حدث لأجدادنا قديما. أفهمت يا جرازيلا؟ فهمت يا أركاد، ولتواجه الكونت بما تقول عندما يعود. سأواجهه يا جرازيلا، وسأعلنها للجميع، لن أحارب المسلمين ما داموا لم يرغموني على ترك ديني واعتناق دينهم. قولوا له لا إكراه في الدين، وعليه أن يختار إحدى ثلاث: إما الدخول في دين الله، وإما الجزية، وإما تدك مدينته دكا تحت حوافر خيل المسلمين. سيدي القائد، لا أعتقد أنه سيسلم، ولا أعتقد أيضا أنه سيدفع الجزية. تعتقد أنه سيختار الثالثة، الحرب؟ لو حارب لظلم نفسه وأهله. سيدي، ما اتصاله بحاكم سبتة بالأمس إلا للاستعداد للحرب، فعلينا بالمبادرة. يا طارق، لم نخرج من ديارنا إلا لدعوة الناس لدين الله، فمن رغب في الدين فله ما لنا، ومن رغب عنه فله الأمان وعليه الجزية، ومن أراد الحرب فنحن لها. فقط
كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هي دعوة بالحسنى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. رسول من قائد المسلمين. رسول من أمير المسلمين. اقتربت الساعة يا بيزنطة، ها هي النهاية تأتي وتأتي مسرعة، أسرع مما كنا نتخيل يا ميلوبا. دافعنا عن بيزنطة إلى أن جفت بطوننا من الجوع والعطش، وبيزنطة تصر على السقوط هنا وهناك، بل لم تفكر حتى في السؤال عنا. لماذا لا تتكلم يا ميلوبا؟ تخشى أن أقول لك ما أقوله دائما، عظمة تقف في حلقي؟ لن أقولها، فقد جف الحلق يا ميلوبا، تكلم. ماذا أنت فاعل مع رسولهم يا سيدي الحاكم؟ لا أعرف، أشر علي. الرأي عندي أن نموت تحت أسوار مدينتنا. وبعدها؟ ليس بعد الموت شيء أيها الحاكم، بل بعده يا ميلوبا. بعده الجيف تتناثر في كل مكان، تحط عليها جوارح الطير وتنهشها الكلاب الضالة. أرواح هؤلاء الناس الذين أطاعوني وأطاعوا بيزنطة مسلمين القياد، نقودهم إلى الموت كالشياه. من أجل من؟ من أجل ماذا؟ من أجل بيزنطة؟ أين بيزنطة هذه؟ ولماذا لم تأتي للدفاع عن أهلها ورعاياها؟ فليسمح لي سيدي الحاكم بمغادرة المدينة، فأنا لا أطيق أن أسلم سيفي مهزوما. ولتسمح لي أنت وبيزنطة أن أسلم هذه المدينة حتى لا يهدمها المسلمون فوق أهلها أو يحاصروها حتى الموت. رسول أمير المسلمين. تفضل يا رسول أمير المسلمين. السلام على حاكم طنجة. وعليكم السلام. أنا رسول قائد جيش المسلمين موسى بن نصير. أعرف، لم يعد ما أتيت به خافيا أيها الفارس، إما الدخول في دينكم وإما الفناء. لا أيها الحاكم، إما مسالمة المسلمين وإما قتالهم. نسالمكم؟ أنتم الداعون لمسالمتكم بعد كل ما فعلناه بكم؟ ديننا يسمى الإسلام أيها الحاكم، لا ندعو إلى حرب ولا نود فناء، بل نود الأمن لديننا وأهله، داعين له بالحسنى. أنا لا أفهم، أتتركوننا آمنين لو سلمنا لكم المدينة ولا تكرهوننا على اعتناق دينكم؟ لا إكراه في الدين أيها الحاكم، وعلينا أن نحميكم مقابل جزية تدفعونها. ومن يضمن لي ما تقول يا رجل؟ لو أردنا غير ما سمعت أيها الحاكم لما أتينا إليك، ولتركنا مدينتك تهلك تحت حصارنا، أو اقتحمناها وأعملنا فيها سيوفنا. هل أميركم على مبعدة من هنا؟ أميرنا وسط جنوده حول أسوار مدينتك. خذوني إليه لأسمع منه ما سمعته منكم، ليطمئن قلبي. نعم، أريد أن أسمع منه بنفسي. السلام عليكم. أبشر يا صنعائي، أبشر، من الغد ستبدأ في بناء مسجد في طنجة إن شاء الله. لم يعد بناء مسجد في طنجة هو الأمل يا أبا عبد الرحمن.
فطرت همتك وخبى بصيص الأمل يا أبا راشد؟ لم تفطر الهمة، بل تقفز بي إلى حيث قلت يا رجل، إلى حيث شاطئ آخر. أنسيت؟ والله ما نسيت، وكأنما أشتم ريحها الأندلس. وبلاد الغار وروما وقسطنطينية، أليس هذا ما قلت؟ قلته يا أبا راشد، قلته من ليلتها وأنا أحلم بها. أخط مساجد على الرمال، كل ليلة أخط مسجد المدينة هناك، وفي الصباح أجدني منكبا على وجهي على ما رسمت، وقد تغيرت معالمه، وأجدني قد حلمت بما هو أجمل منه. أدعو الله أن يحقق حلمك يا أبا راشد. بل أدعوه أن يؤاخذك إن لم تفعلها. اللهم إني أشهدك على عبدك هذا أنه قد وعد. اللهم إني أشهدك أني قد وعدت، فافتح علي بها. اللهم افتح علي بها يا أبا راشد. أبصر سيفي ولم يضرج بدم مشرك بعد، فما بالك لو خرج يوم المشركين؟ ما زلت تذكر قول أبي أيوب رحمه الله؟ وهل ينسى قول سمعته من سيدي ومعلمي يا أبا راشد؟ لن يخفت صوته ما حييت. إني أحس أن سيفي هذا لن يبصر إلا على أرض لم ترها عين مسلمة بعد، لن تراها إلا عين سيفي إن شاء الله. المجد لك يا أمير المسلمين. اعتدل يا رجل، انهض أيها الحاكم، فلا سجود لغير الله. تفضل أيها الحاكم، اجلس. أتيت إليك بنفسي أيها الأمير. على الرحب والسعة أيها الحاكم. جئت لأرى ما أنت فاعل بنا، لأسمعه منك بنفسي. خيرا إن شاء الله، ما دمت قد حقنت دماء أهل مدينتك فوالله ما بعدها إلا الخير. أخبرنا رسولك أن علينا دفع جزية ونحن لا نملك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذه تعاليم كتاب الله المنزل على رسولنا الكريم. ولكن لم يعد بوسعنا شيء يا أمير المسلمين. أشرف الناس على أكل بعضهم البعض جوعا. نفدت أقواتكم؟ أصدقك القول يا أمير، لو لم تنفد أقواتنا ما أتيت إليك مستسلما. سنرسل إليكم الأقوات والماء، ولتنصرف من فورك، ولتتحصن بمدينتك. نتحصن مقتاتين بأقواتكم؟ هذا إن أردتم. هذا ما يأمر به دينكم؟ هذا ما يأمر به أي دين أيها الحاكم. نحن ما جئنا لنقهر الخلق على دخول ديننا، ولكن ثق أنك لو أغلقت عليك باب مدينتك لفتحناها بإذن الله، مهما امتلأت بطونكم بالطعام والشراب. لن نغلق مدينتنا، ولن نتعرض لكم بسوء، ولن نكره من دخل دينكم على ترك دينه. تفضلوا إلى مدينتنا فأنتم أولى بها من بيزنطة. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله،
لقد من الله علينا بأرض لم تطأها قدم مسلم بعد، ولم يدرج سيفي بدم مشرك يا أبا أيوب. ترى هل يبصر عندما يدرجه الدم هناك عبر الشاطئ الآخر في الأندلس؟ مرحبا سيدي الكونت، لقد طالت غيبتك هذه المرة في طليطلة. تفضل، وإن كان كوخي لا يليق بمقامك. أعطيني شربة ماء يا عجوز. يقتلك الظمأ أيها الكونت. والغيظ. الظمأ يقتله الماء، أما الغيظ فلا يقتله إلا الدم. الدم؟ وماذا يغيظك أيها الكونت؟ أني تركت ابنتي تحت رحمة من أكره. وماذا كرهت في ويتز الإمبراطور هذه المرة؟ لم أكره فيه إلا موته أيها العجوز. هل مات؟ تركه مغتصب عرشه ينزف دمه من عينيه حتى مات. اغتصب العرش إذن؟ ألم يتنبأ زوجك باغتصاب عرشه؟ أجبني أولا أيها الكونت. أجبك، من الذي اغتصب العرش ومن الذي سمل عينيه؟ رودريغو. رودريغو؟ القسوة بعينها، أقسى من ولد على هذه الأرض. ذو القلب المنزوع، قلبه في عينيه. رودريغو. أين سيدكم الكون؟ أنا هنا أيها القائد ألموندو. قائد مهزوم، وجد أباه منبطحا على وجهه في الخلاء، مفقوع العينين، ميتا. هل لك حاجة هنا أيها الكونت؟ لا، لا حاجة لي. أتستطيع أن تأتي معي؟ إلى أين؟ إلى مكان نصبح فيه بمأمن عن العيون. لا عيون هنا، قل ما شئت. تقف بي أمام كوخ لا أعرف من بداخله، وتطلب مني أن أفاتحك بأمر ربما لو كشف لقضي علينا. أي أمر؟ هذا التجاهل يا كونت، كأنك لا تعرف أنني أعد رجالي وعدتي للقضاء على هذا المارق، أو تظن أنني سأدعو. هانذا قد فاتحتك في الأمر دون أن أعرف من بداخل كوخك هذا. من هنا؟ من أنت أولا أيها الفارس؟ هذا هو القائد ألموندو، كبير أولاد إمبراطورنا ويتسا. كبير أولاد من كان إمبراطوركم يا عجوز. ولماذا جئت إلى هنا؟ من أنت حتى تسألي؟ أنا لست بحاجة لأن أقول لك من أنا ولماذا جئت، فأنا أعرف. ماذا تعرفين؟ تكلمي. أعرف أنك جئت تبحث عن ثأر أبيك. إياك أن تذكري ما قلت الآن أو يعرف أحد بحضوري إلى كوخك هذا. سمعتي؟ أيها القائد، لن تظفر به وحدك. لن يقتل قاتل أبيك بيدك، بل يقتله من تساعده. اصمت يا أيتها الشمطاء الحيزبون. لن أنطق بعد ذلك بكلمة. إياك أن تنطقي. أيها القائد ألموندو، هون عليك. أسمعت ما قالت يا كونت؟ لا تبتئس لما قالت ولا تغضب منه. لماذا؟ لأنها تقول نبوءة زوجها التي لا تكذب. أي تخريف هذا يا كونت؟ أعلق ثأر أبي على كلمة تخرج من فم خرب كفم هذه العجوز. كما علق مصير ابنتي على ما قال زوجها يا ألموندو. تركت ابنتك عنده في طليطلة؟ نعم، لهذا لن أستطيع مساعدتك الآن أيها القائد. متى تستطيع إذن؟
عندما تنجو ابنتي من بين براثنه، عندئذ أضع يدي في يدك وأعاهدك على أن أعمل على أن أكون أول من يطيح به. وكأنك لم ترى ما فعل بأبي، وكأنك لا تحس بما يلهب قلبي يا كنت. تطلب مني أن أوقف الزمن حتى تأمن على ابنتك. يلهب قلبك موت أبيك، أما أنا فتلهب قلبي حياة ابنتي، وفرق كبير بين الموت والحياة. إلى أين يتجه بنا يا بيرتا؟ لم يخبرني يا سيدتي. أنا سير خلفه هكذا، لا نعرف إلى أين نذهب. لا تكدري صفوك يا أميرة، ما علينا إلا الطاعة، فقد أمر هذا الحارس هو الآخر مثل ما أمرنا. ألا يعرف إلى أين نذهب؟ بل أمر ألا يتكلم يا أميرة. تفضلي يا سيدتي. إلى أين؟ إلى قمة هذا البرج. قمة هذا البرج؟ وحدي؟ نعم يا سيدتي، سيري في هذا الطريق وكوني آمنة. أنا لا أعرف ما الغرض من حضوري إلى هنا. ولا أنا يا سيدتي، وكما أفهمت مربيتك يجب ألا يعرف أحد بحضوركما إلى هنا أصلا. هيا تفضلي. يا بيرتا. وحدك يا سيدتي. وحدي؟ هكذا أمرت يا سيدتي. من هذا الذي أمرك أن تأتي بي إلى هذا المكان الذي أحس أن الموت يحاصرني فيه من كل جانب؟ أجبني أيها الحارس، من أمرك؟ تفضلي يا سيدتي، ستجدين بابا في مواجهتك، أعبري الباب وأنت آمنة. لست وحدك هنا يا جميلتي، بل أنت في عش الإمبراطور. تعالي تعالي تعالي. سيدي الإمبراطور، لا مكان للسيادة هنا. إذا كان ولا بد أن يكون هنا سيد فهو هذا الجمال. سيدي الإمبراطور، لم أتي إلى هنا لأضع التاج فوق رأسي ولناديني الناس بسيد الإمبراطور. أعتذر، أعتذر بنفس العنف الذي خاطبتك به، ولكن يجب أن تدركي لما أتيت بك إلى هنا بعيدا وبعيدا جدا عن حجرة الكرسي والعقد. ويجب عليك أيضا ألا تقول لي إلا رودريغو، ناديني برودريغو فقط. لما أرسلت إلي يا سيدي الإمبراطور؟ قلت
رودريجو فقط. قلت أعرف أنه شيء صعب التصور أن يتخلى إمبراطور عن لقبه وعرشه ويأتي إلى هنا مجردا، أعرف ذلك، ولكنه سهل جدا لو عرفت أن هذا الإمبراطور قلبه في عينيه. نعم، شيء يصعب تصديقه ويستحيل على الفهم، ولكنها الحقيقة. قلبي في عيني، ما يسر عيني هو ما أهتز له بل أعبده، أقاتل الدنيا كلها من أجله. تعالي تعالي، اجلسي 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 لنشرح الموضوع بشيء من التفصيل، التفصيل العملي يا فلوراندا الجميلة. سيدي، سيدي الإمبراطور. إياك أن تقولي سيد الإمبراطور، قولي رودريجو. ها؟ قولي أمرك أن تقولي رودريجو. هكذا يجب أن تكون العلاقة فلوراندا. نعم. تعالي. ألقي بنفسك في قلبي. ماذا؟ ألقي بنفسك في قلبي وحدقي في عيني جيدا، ستجدين نفسك في القلب تماما. تعالي تعالي. صدقي صدقي يا جميلتي في هذا القلب أو في ذاك، فلي قلبان، أو فلتقولي إنني شطرت قلبي إلى نصفين، أو دعت كل عين نصفا، أي نصف تختارين، أو أي قلب تختارين يا فاتنة القلبين. أتوسل إليك، أتوسل إليك يا سيدي أن تدعني أذهب إلى حال سبيلي فتأمر بإخراجي من هنا. لن تخرجي من هنا، تأكدي من ذلك. تعالي. لن آتي. ماذا قلتي؟ قلت لك لن آتي. تعصين أمر الإمبراطور؟ ها أنت تعود إلى حقيقتك يا سيدي. لست برودريجو فقط كما أمرتني أن أناديك. عندما يوصى أمري فأنا الإمبراطور. إما أن تكون إمبراطورا أو تكون رودريجو، عليك أن تختار. اخترت أن أكون رودريجو وألقلت بكل شيء تحت قدميك فرفضت. إذا كنت رودريجو حقا فأملي ألا ترغمني على شيء مستعملا سيف الإمبراطور. أرغمك يا جميلة. تغتصبني بسيف الإمبراطور تحت اسمه المجرد يا سيدي. أغتصبك أنت يا فلوراندا، فلتعلمي أنني أغتصب كل شيء يحلو لي، ولكن لا يحلو لي وأنا مغتصب الأرض والتاج والسلطان أن أغتصب عرشك يا فلوراندا. فلتأمر بخروجي من هنا. ألا زلت لا تفهمين؟ إذا لم أخرج على قدمي فسأخرج على أكتاف رجالك وخنجرك هذا في صدري. فلوراندا، إياك. كيف تريدني أن أخرج أيها الإمبراطور؟ أنا لا أفهم ما أرى. هي امرأة في الدنيا تتمنى قلبا واحدا لتعشقه، أما أنت فأمامك قلبان لإمبراطور واحد ولا ترغبين. اذهبي يا فلوراندا الجميلة، اذهبي، وأنا واثق أنك ستفهمين في يوم ما. نعم، أنا واثق. لا تكوني حمقاء، لن يحميك هذا الخنجر من رغبتي إذا رغبت، فضعي هذا الخنجر واذهبي. أعتذر لك، أقسم لك إنني أعتذر.
إلى اللقاء يا فلوراندا الجميلة، تصحبك السلامة. إلى اللقاء. ماذا حدث يا سيدتي؟ لا شيء يا بيرتا. لا شيء؟ نعم لا شيء. ولتصمتي الآن أرجوك. ماذا حدث يا سيدتي؟ سيدتي فلوراندا ردي علي أرجوك، هل حدث لك مكروه؟ بكاؤك هذا يبني قلبي، فقط أخبريني ماذا حدث. لا شيء يا بيرتا، لا شيء. لا يزرف كل هذا الدمع من لا شيء. ماذا وجدت؟ هل أساء لك أحد هناك؟ أتوسل إليك أن تخبريني. ماذا تريدين أن تعرفي؟ ما حدث لي؟ لن تعرفي ما حدث، لأنني لن أخبرك به ولن يخبرك به أحد. دعيني وشأني الليل، أتوسل إليك، دعيني وشأني. ما هذا؟ لما لا تريدين إخباري بما حدث؟ وهل أخبرك الحارس لما أخذنا إلى هناك؟ شيء لا يقال، سر يحجبه الجميع ويتحتم علي أنا أيضا أن أحجبه. أفهمت يا بيرتا؟ لماذا؟ لأنني لا أريد أن أقتل، ولا أريد أن يقتل أبي أيضا. أنا لا أريد إلا العودة إلى بلدي حيث أهلي يا بيرتا. ثقي أنني أهلك هنا يا صغيرتي، وأقرب الناس إليك، وعلي أن أخفف عنك كل ما يثقل على نفسك، يجب أن تثقي بي. أنا أثق بك يا بيرتا، ولكن ولكن ماذا؟ قولي قولي لأحمل عنك ما ينوء به كاهلك. تحملين عني؟ ماذا تحملين؟ أي حمل تحملين؟ تحملين عني رغبة الإمبراطور؟ الإمبراطور؟ أرأيت يا بيرتا؟ أرأيت كيف ينعقد لسانك رعبا من ذكر اسمه؟ نعم يا بيرتا، نعم، الإمبراطور. زلت هنا يا تيودومير؟ سيد الإمبراطور، لم تقل شيئا. ولن أقول شيئا يا تيودومير. هل انصرفت الآن؟ أنت تعرف يا سيدي. أعرف أنني الإمبراطور، وأعرف أن الإمبراطور إذا أمر أطيع. أما تدرك أنني إمبراطور؟ سيدي عفوا، لم هيا انصرف الآن، هذا أمر إمبراطور. وإلا ماذا تعني هذه الكلمة إذا لم يطعها الناس؟ بل ما فائدته أصلا؟ فائدته أن يهب ليدافع عن عرشه هذا ضد من يحاول أن يسترده. ما هذا يا تودومير؟ لم تنفذ ما أمرتك به ثم ترد علي بما يثير غضبي عليك؟ أنا لا أرى إمبراطورا آخر لهذه البلاد غيرك يا سيدي ليهب مدافعا عن بلاده. وأنا لا أرى لها إمبراطورا غيري ليعتلي عرشها. فكن مطمئنا، لن تغدر بي ولن يغدر بي ساعدي. هذه حقيقة، هذا ما يقلقك، أليس كذلك يا تودومير؟ بل لا أريد أن كن ما تكون، ودعني الآن أيها القائد. سمعا وطاعة يا مولاي الإمبراطور. تيودومير.